راسخة في دماغ الناس وهتفضل الناس عايشة بيها طول ما في دنيا وطول ما في مشاكل في الدنيا دي. انه حد يسحر لحد او يعمل له عمل او حجاب او يرش مية قدام بيته، دي من المعتقدات الراسخة واللي مش هينفع نلغيها تماما من حياتنا ونقول لا ده كلام فارغ، ولا برضو يعني هنعلق عليها كل حياتنا ونحطها سبب رئيسي لإخفاقاتنا ومشاكلنا طول الوقت. بس مين فينا في أي بيت في مصر أو في العالم العربي حتى ما قابلش مشكلة عويصة في حياته ومعرفش يحلها غير وتقال له أصل أنت معمول لك عمل؟ مين ما سمعش قصص غريبة عن حجبة وأعمال مدفونة في القبور؟ ومين ما شافش عمل أو حجاب قدام عينه وفكه؟ أنا مثلا عن نفسي يعني شفت بعيني عمل معمول ليا قبل كده، حكيت القصة دي قبل كده بس هحكيها لكم تاني. العمل ملفوف بدبارة كده تخينة، وأول ما جينا نفكها الدبارة دابت في إيدينا زي التراب كده، والراجل يعني اللي بيفك العمل قال إيه، آه ده بقاله 3 سنين مدفون في تربة. وكما قال الخبير برضو الفني هو اللي طلع لأمي وأبويا العمل، إنه ده مكتوب يعني مكتوب كده كلام زي نكش الفراخ كده مكتوب بدم الحيض. هما طبعا جابوا لي العمل البيت، انا كنت رافضه تماما اروح معاهم وكنت رافضه الموضوع ده من بابه. المهم يعني هما راحوا كده وعملوا العمل بتاعه وطلعوا لي يعني فتحوا العمل ولا قعدوا مع الراجل وجابوا لي العمل البيت، ولما فتحناه كان مكتوب كده على ورقه بني زي ورقه اللحمه التخينه دي الكرتون، مكتوب عليها اسمي وان انا بنت فلانه اكتر من 10 مرات كده في الورقه، وجنب كل اسم ليا يعني واسم مامتي جنبها الفشل المطلق في كل شيء، وجوه الورقه دي ملفوفه بقى وجواها سنان حاجه تقرف، والراجل الخبير قال ان هي سنان كلب. وبغض النظر يعني انه ده صح ولا غلط، حد عامله فعلا ولا دينا صبايا الله اعلم، بس دي حاجه انا شفتها بعيني وقعدت فتره مش فاهمه يعني هو انا اذيت مين في ايه، وبالذات ان انا كنت لسه في العشرينات عشان السواد ده كله يترجم للكلام المكتوب ده الفشل المطلق. اهو ده شكل من اشكال فك السحر اللي أنا مثلا شفته أو الأعمال شفته بعيني. مرة تانية كنت حاضرة يعني حضرت مع ناس صحابنا كده ناس جيراننا حبايبنا يعني قاعدة كده مع شيخ قالوا إن الراجل ده راجل طيب وبيقرأ قرآن على الشخص ولو الشخص ده فيه حاجة وحشة هو بقى هيفكها وكده. أنا طبعا ما عملتش حاجة بس شفت بعيني صاحبتي وهو يعني بيقرأ قرآن عليها وماسك دماغها ماسك دماغها كده ودموعها بدأت يعني تنزل وصوتها بدأ يتخنق وبقت تقول كلام كتير ملخبط ومش مفهوم يعني تحاول تفهم منه كده ان في حد عايز يأذيها ومعرفش ايه، وبعد كده هديت وانا برضو ما بقتش فاهمها يعني هي بتقول الكلام ده بمزاجها ولا هو نيمها وخلاها تقول كده وهي مش حاسه ولا ايه اللي حصل. على العموم سواء انا او صاحبتي احنا لا كنا عندنا مصيبه قبل ما نفك العمل ولا حصل اي حاجه بعد ما فكناه، يعني الدنيا كانت ماشية طبيعي بحلوها ومرها قبل فك العمل وفضلت برضو ماشية بحلوها ومرها برضو بعد فك العمل يعني. وأهلنا عملوا كده من باب طب يعني ما نشوف الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني ده طالما ده راجل طيب ومشهود له بحسن الدين والأخلاق مش هنخسر حاجة، وطالما راجل مؤمن وبيقرأ قرآن يبقى ما فيش حرمانية. ده الفكر اللي الناس الطيبين ماشيين بيه، وفي ناس كتير قوي يعني بياكلوا عيش وبيتكسبوا من ورا الموضوع فك الاعمال ده. عالم كبير وغريب وسكه وعره وعره يا بوي وملهاش اخر بتشد الناس عشان تمشي فيه، وفي فضول بيسيطر على الناس عشان يشوفوا يا ترى حتى عمل لهم عمل ولا لا، هي المشكله دي معصلجه ليه؟ طب ما نشوف كده ممكن حد عمل لنا حاجه، ده فضول فظيع. وتلاقيهم كل شويه كده يكشفوا فتره، كل ما يلاقوا حد نروح نكشف عنده. السؤال بقى هنا لو الناس اللي حواليك اصروا ان معمول لك عمل وفي الشيخ الفلاني هيفكهولك، يا ترى هتجري وهتفكه ولا هتعمل ايه؟ ويا ترى مين فيكم كان له تجربه مع الاعمال وفك الاعمال والحجبه والكلام ده كله؟ وبرده سؤال مهم، هل لقى نتيجه؟ يعني هل لقى النتيجه اللي كان بيتمناها او كان نفسه فيها؟ انا اتمنى ان انا اسمع منكم تجاربكم في الموضوع ده.